نفذ سلاح الجو الملكي بالتعاون مع جمهورية مصر العربية إنزالان جويان لمساعدات إنسانية على عدد من المواقع جنوب قطاع غزة. وبحسب القيادة العامة للقوات المسلحة، فإن الإنزالين اشتملا مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. ووصل عدد الإنزالات الجوية الأردنية منذ بدء العدوان إلى 100 إنزالين، في حين وصل عدد الإنزالات المشتركة إلى 258 إنزالاً. وفي المادة التالية نستعرض حجم المساعدات الجوية والبرية التي قدمها الأردن للأهل في قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي وحتى هذا اليوم.